بمثله الضيف وداد فاس كان سباقا إلى تسجيل من رأسية العميد عبد الرحيم شكليط في الدقيقة 35. أول هدف عن طريق العميد شكليط الذي يسجل هدف. أشبال عبد القادر يومير سيدركون التعادل خلال الشوط الثاني وبالضبط في الدقيقة 71 عن طريق البديل نبيل أنصار. هذه لحظات لصالح فريق شباب الريف الحسيمي والمسجل.